بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الاحتفالات بذكرى عيد المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظم مكتب التربية البدنية والرياضة بالثانوية الإعدادية رحال مسكيني بمديرية تالودانت بطولة محلية للعدو الريفي، جسدت من خلالها روح الاعتزاز والانتماء للوطن والافتخار بتاريخه العريق. وقد شارك في هذه البطولة تلاميذ وتلميذات المؤسسة بمختلف الفئات العمرية، وهي على الشكل التالي: فئة البراعم والبرعومات مواليد 2009-2010، فئة الصغار والصغيرات مواليد 2007-2008، وفئة الفتيان والفتيات مواليد 2004-2005-2006. ويأتي هذا النشاط الرياضي من أجل اختيار أجود عناصر التي ستمثل الثانوية الإعدادية رحال مسكيني في البطولة الإقليمية للعدو الريفي المنظمة من طرف الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية مديرية تالودانت. وفي آخر التظاهرة الرياضية تم تتويج التلاميذ الفائزين بالرتب الثلاثة الأولى في كل فئة عمرية. وشكرا لجميع المساسات مادة التربية البدنية والرياضة ولجميع الزملاء في الثانوية الإعدادية عن